بسم الله الرحمن الرحيم. جی معزز سامعین و ناظرین، بھائیو بہنوں، چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی سورۃ البلد تجوید کے ساتھ سیکھیں گے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ہمارا دوسرا چینل ہے قرآن ہوسٹ، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو بھی سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل. ٹھیک ہے، تنوین کو میم سے ملائیں گے. وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر، أيحسب أن لن. حمزہ کو لام سے ملائیں گے. ٹھیک ہے. الَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، أَيَحْسَبُ أَلَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد، أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين، ألم نجعل له عينين. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين، ولسانا وشفتين،
وهديناه النجدين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة اس لام کو قاف سے ملائیں گے، یہ دونوں درمیان میں دونوں الف ہے، یہ سائلنٹ ہے، پڑھیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر والمرحمة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
مرصده صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا for watching. Next video inshallah ملاقاته. Channel ko subscribe kare. Assalamu alaikum wa rahmatullah.